السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا أصدقائي، إن شاء الله بخير. اليوم رجع لكم فيديو جديد وأول فيديو على القناة. اليوم فيديونا شوي أنا متلبك على الكاميرا، بس معليش أول مرة بحكي مع الكاميرا. اليوم فيديونا من نقلد أصعب حركات كنترولات، يعني مثل نيمار ومارسيلو وبقية اللاعبين. خليكم مع الفيديو. طبعا أصدقائي رح نبلش مع كنترول نيمار، والكنترول هون بيطلع لكم هلق بالزاوية. الكنترول هذا شوية يعني بده تكتيك معين من رفعات، ولا هو سهل. فعندنا محمد هون حيعطينا هلا رفعات وكنترول منه وكنترول من محمد لنشوف مين بيظبط اكثر شيء. خليكم مع الفيديو. حلوه طبعا اصدقائي، عملتها اول مره بس حاعملها مره ثانيه بلكي تزبط اكثر بتكنيك معين. طبعا اصدقائي انا عملتها من اول مره بس رجعت عيدتها وعملتها مرتين نفس التكنيك، بس هلا عملتها القدم الضعيفه زبطت معي. فهاي المهاره الاولى انتهت الحمد لله وطلع. هلا دور محمد حيسوي اللي هو حيزت له انا الطابه، حيوقفها على الارض وينط فوقها تقريبا هيك شيء. فالكنترول هو صعب، وخليكم مع الفيديو تشوفوا. طبعا اصدقائي هلا محمد بدي ارفع له رفعات وهو حيسوي الكنترول، فانا حكون واقف في جهه معينه وهو حيكون واقف هون في المنطقه هاي مش حيسوي الكنترول تبين على الكاميرا. خليكم معنا. طبعا اصدقائي بهيك خلصنا كنترول محمد، وشفتوا كنترول كان شوي صعب، فمن اول المحاوله تقريبا من اول محاوله ثاني محاوله جابه، بس بالمحاوله الثانيه شويها عملت معه، يعني ما عرفت التكنيك المعين على السوء. اصدقائي لك حيعمله للمره الاخيره بلكي زبط معه بطريقه احسن، لانه هو بيقول لي ما زبط بس حخليه يسويه بطريقه افضل. أنا أصدقائي محمد خلص الكنترول تبعه، وإذا ما بين بالكاميرا هاي إن شاء الله حتشوفوا إياها من الجهة الثانية. وهلا حننتقل للكنترول الثاني، هو الكنترول مارسيلو، حيطلع لكم هلا فوق في الشاشة. كنترول كلها بتعرفوا إنه يعني حيثبت الكرة على الأرض من أول لمسة. خليكم معنا. طبعا اصدقائي بهيك خلصنا كنترول مارسيلو، شوي تعبني كنترول مارسيلو لان ما كنت حافظ التكنيك. ضل علينا اللي هو كنترول واحد هلا بنسويه وخليكم معي. طبعا اصدقائي هلا حيسوي كنترول محمد اللي هو حيحطه في الصدر، حيروض الطابة في الصدر وبعدها براسه. حاعطي لكم الفيديو هون، دققوا بالفيديو شوفوا الفيديو وخليكم معنا. لا محمد سوى كنترولو، كنترول محمد جابه من اول محاولة لثاني محاولة تقريبا، بس من اول محاولة في التصوير، اما خلف الكواليس كانت الكاميرات ما هي شغالة، فشويها يعني شويها الكنترول صعب. فيعطي العافية محمد سواه بكل دقة. وهلا لهون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تعملوا الفيديو باللايك وتشتركوا بالقناة وتكتبوا لنا بالفيديو ايش بدكم المقطع القادم. معلش انا متلبك مع الكاميرا، اول مرة بحكي مع الكاميرا. ويعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.